بقبعة شمس تقيه من حر الشمس، وكتب دينية تثقيفية تكسبه قوت يومها، تبدأ يوميات محمد رفقة أخيه الأصغر، والذي يقطع كيلومترات عدة للوصول لميناء تيبازا بحثا عن القليل من المصاريف يفك بها كربة أهلها. في عمر 14 سنة نغرت روازية مطرح الكاثرية بكتوب هذا وتقرأن مصاحف سيوك الريحة المسك شريتهم من البليدة وندور هنا نجي ندور هنا في تيبازا ونسكن في برقيقة نشريك الدخل نشري حوايج يقولوا لي الدار نعطيه لهم 500 دينار هي أحسن ما يمكن أن يوفرها هذا الطفل رفقة أخيها بعد كل هذا التعب. هذو كش من ربحوا فيهم الأخرين فيهم حاجة قليلة فيهم 100 دور وشي تربح في النهار 10,000 من الصباح وتتجري على أجل 10,000 هذا أمه 40,000 في النهار 50,000 إيه كل مرة شانسة وخطرة نبيع وخطرة ما نبيع وشكون نهار وباركته. رغم قساوة حياة هذا الطفل البريء إلا أنه يحلم دائما بالانضمام مستقبلا لفرق الجيش الوطني الشعبي لحماية الوطن. كش نخرج عسكري فارع. هو حال محمد لم يرتاح بعد من تعب عام شاق من الدراسة، ليليه موسم حار من العمل ليتحدى صعوبة وضعه بعرق جبينها في سبيل كسب قوت يومه ورد البسمة لأهلها.